أستاذ مجدي خليل، برأيك الناس وهي بتتابع دلوقتي هذا المسلسل الإجرامي واللي تقريبا ملهوش نهاية، بنظرك أستاذ مجدي إيه هو الحل؟ إيه هو، هل هناك حل لهذا المسلسل ولهذه الأحداث سواء في مصر سواء في العراق سواء في أي منطقة تانية من مناطق الشرق الأوسط المستهدفة عفوا لهذه الهجمات الإرهابية من قبل المسلمين نحو المسيحيين؟ تفضل. أشكرك، وأنا يعني بس مجرد هعلق على اللي قاله الدكتور سليم على موضوع إن الاستهداف في الأقباط منذ 52، وهذا حقيقي، وهو من عهد الثورة بدأوا يجردوا الأقباط من قوتهم الاقتصادية، ثم همشوهم سياسيا، ثم بدأوا في اضطهادهم بعد ما همشوهم اقتصاديا وسياسيا، بدأوا في الاعتداء عليهم جسديا وعلى أملاكهم من قبل المتطرفين. المرحلة الثانية مرحلة التهميش واستيلاء على أموال الأقباط حصلت في عهد عبد الناصر، جاء مرحلة السداد، إطلاق الجماعات الإسلامية عليهم. لكن في السنة الأخيرة بالذات كانوا بيقولوا شائعات، لكن السنة الأخيرة بالذات في السنة الأخيرة بدأوا اتهامات لشباب أقباط حصلت في المنيا وفي ملاوي وفي ديروت أيضا، وصلت لمرحلة انه اتهموا شخص في ديروت ان هو استدرج فتاة في طالبة في الاعدادية، وخلى اخته استدرجت فتاة وخلت اخوها اغتصبه. يعني شيء لا يدخل العقل، شيء لا يدخل العقل ان مدرسة في مدرسة اعدادية تستدرج تلميذة لديها وتخطط لان يغتصبها اخوها وتقوم هي بتصوير اخوها وهو يغتصبها. هذه تم بناء عليها حرق العديد والعديد من بيوت الاقباط واملاكهم في ديروت العام الماضي ايضا، وتم قتل والد هذا الرجل، وحصلت احداث عنيفه جدا بناء على هذه التهمه الواهيه المضحكه اللي لا يمكن يقبلها عقل. نفس الكلام، الاتهامات زادت جدا، حصل الكلام ده في ملاوي وحصل في ديروت وحصلت في المنيا وحصلت في فرشوط جرجس بارومي السنه الماضيه، وحدث مؤخرا في وكان الاقباط تحولوا الى ذئاب بشريه في السنه الاخيره. هذا كلام غير، ومفيش تحقيقات، لا نحصل على تحقيقات، لا يوجد تحقيق نزيه يقول ان فعلا حدث هذا، لا مجرد شائعات تنتشر. كما تعلمين ان المسلمين دلوقتي تهيجيهم بحاجتين، بالدين وبالجنس. تقولي يعني عاوزه تهيج قطاع المسلمين وتحوليهم الى المتطرفين المسلمين، عاوزه تحوليهم الى وحوش كاسره، وحوش. قولي لهم الدين والجنس، قولي لهم الاسلام في خطر، واسلاما فداك ابي وامي يا رسول الله، الاعتداء على الرسول، شاب الرسول، رسوم مجرد حاجه على الاسلام او على الرسول، يعني يهيج المتطرفون المسلمون كالوحوش الكاسره. ايضا الجنس، شرف البنت المسلمه، اغتصاب البنت المسلمه، معاكسه البنت المسلمه، هذه هو العقل المسلم الارهابي، عقل الارهابي المتطرفين المسلمين طبعا، وليس كل المسلمين، عقل المتطرفين المسلمين محشو بهذه الدين والجنس فقط لا غير، علشان تسيريهم وتحوليهم الى مجرمين وقتله. اطلقي شائعه على الدين او هيجيهم من خلال الدين او الجنس، وهذا ما حدث في السنه الاخيره للاقباط، ان كل المواضيع تتعلق بجنس، فتاه مسلمه وقبطي، فتاه مسلمه وقبطي، فتاه مسلمه وقبطي، ودي بناء عليها بيقوموا كالوحوش الكاسره بشكل غوغائي همجي، يحرقوا، يضربوا كرات نار ويقتلوا ويفعلوا الكثير من الجرائم المؤسمه في القانون المصري والدولي. هذا. اما الحل كما حضرتك طرحتي، الحل العمليه صعبه جدا، الحقيقه الموقف صعب جدا. اذا فقد المظلوم الثقه في مؤسسات العداله الى اين يتجه؟ نعم. اذا فقد المظلوم الثقه في دولته الى اين يتجه؟ نعم. اذا تشكك في حياد جهاز الشرطه،
فكيف يشعر بالأمان؟ كيف يشعر شخص بالأمان وهو متشكك في حياد جهاز الشرطة وفي حياد جهاز العدالة؟ هذا ما يحدث للأقباط، أنهم متشككين في حياد جهاز الشرطة وفي جهاز العدالة، فلهذا لا يشعرون بالأمان ولا يشعرون بالعدالة. فيعني كان الله في عون مسيح الشرق الأوسط، لأنهم ليس لهم أحد يذكرهم، المجتمع الدولي مقصر في حقهم، ودولهم وحكوماتهم أيضا متواطئة بل ومشاركة في اضطهادهم.